ايوه مش مشكله. اما الكونت أما العربية زي ما بنقول قبل نهاية شهر 6 القادم، هكذا الأمل. وآمل عندئذ أن تكون الظروف الضاغطة عالميا قد انتهت. المسألة الأخرى أننا تناولنا مجموعة من المشكلات العربية الضاغطة على وضع الجامعة العربية. هناك المشكلة أو المأساة الليبية، هناك المأساة السورية، هناك أوضاع عربية تتطلب الكثير من بذل الجهد للم الشمل العربي للتوصل إلى إما وقف لإطلاق النار في مناطق مختلفة، إما التوصل إلى تسويات سياسية في مناطق أخرى، لكن الوضع العربي يتطلب هذا التشاور. وأعتقد أنه هذه الزيارة جاءت في توقيتها تماما. قرار سوف يأتي من سيد رئيس الجمهورية، من نظن اليوم يعني هو اللي يقرر بالطبع بالتحديد التاريخ، ولكن أنتم تشوفوا أن الظروف العالمية اليوم كيف راهي، خاصة منها الصحية، يعني تستدعي إلى التفكير والتحذير، ولكي تكون إن شاء الله نجاح كبير لكل العرب.